صراحة. مبروك بديع نجاح مسلسل للموت. نحن كان لنا حديث مطول عبر بصراحة، بس اليوم حابين نرجع نحكي عن اطلالتك بهذا المسلسل اللي بحلقتين عملت فرق، كانت اطلالة مميزة ودور كتير صدمتنا فيه. خبرنا اليوم قد بده يكون الممثل ذكي ليختار ادواره. مش بس الممثل ذكي ليختار ادواره، بده يكون الكاتب والمخرج والجهات المنتجة ذكية باختيار الممثل المناسب بالمكان المناسب. وهيك عم بيصير، هيدي الاحترافية الكبيرة اللي عم تصير هلا بالشغل. اليوم من بعد الخبرة والأعمال الكتير اللي قدمتها بديع، بعد النجاح والأصداء اللي بتطلع بعد كل مسلسل بتأثر فيك، شو كيف الأصداء اليوم لإلك؟ طبعا النجاح بفرح وبيبسط وبيعطي دعم لقدام، وبخلي الواحد يصير عنده تحدي لا يعمل شغل أفضل وأفضل وما يكون كسول إطلاقا. شو بتحب تقول آخر شيء للمتابعين بصراحة؟ بحب أقول لهم إن شاء الله سنة الجاي يكون خلص هالظروف اللي عايشين فيها، يكون صار عنا بلد، صار عنا حكم، صار عنا بلد علماني لا طائفي، ولنقدر نعيش بسعادة، لأنه بهالشكل ما بيتكمل.